المجموعه اللي كانت موجوده او المجموعه اللي لعبت النهارده من الناشئين مجموعه جيده، صحيح. امكانيات جيده، تمام، بنقول لهم دي خطوه كويسه، لان انت المشوار صعب، انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي المشوار صعب جدا، انت بتبقى اساسي وخايف على مكانك اساسي، بالك بقى لو انت جاي من الناشئين يعني بتاخد الخطوه. اه طبعا جيم كويس جدا ليهم، عملوا ماتش كويس قوي، واضح الرغبه والحماس، وواضح ان هم عايزين يعملوا حاجه، ومش هتكلم على الفنيات بتاعتهم النهارده، انا هتكلم على الاداء والرغبه والحماس اللي وصلك في انك تكسب 3-0، وكان ممكن تكسب 5 النهارده و6 على فكره. مم. المباراه لو انت طماع شويه، لو طماع شويه ولحد الاخر واخد الموضوع بجديه جامد جدا، لا تكسب النهارده 5-6، صح، مستريح جدا جدا يا كابتن. تمام، الاهلي زي ما قلنا كده يعني سرعان ما بيرجع بسرعه جدا، الاهلي ما بينزلش تحت، يعني ما بيروحش بعيد، يعني ان عاجلا او اجلا الاهلي هيعود لمنصات التتويج. الامر ده طبيعي جدا باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا بس ساعات بنتضايق من اللعيبه في الملعب برضو. ساعات بنتضايق من المدير الفني يعني عادي على فكره، الظروف بتبقى احنا عمرنا ما نزعل من النادي الاهلي، الظروف بتبقى اقوى، عمرنا ما نزعل، استحاله نزعل من، لكن احنا بنزعل من بعض، يعني ممكن نشوف بعض التقصير من بعض اللعيبه، نشوف يعني المدير الفني النهارده يعني ما كانش موفق في تغييراته، ما كانش موفق في التشكيل بتاعه، ده المفترض كان يلعب فلان، ده وضع طبيعي على فكره وتقييم طبيعي جدا، لكن كون انك تزعل من النادي الاهلي، احنا ما بنزعلش من النادي الاهلي عشان بس ايه النغمه الموجوده. طب بمناسبه المفترض يا كابتن بلال، كان المفترض بقى، انا سالت نفس السؤال لكابتن علي ميهو، كان المفترض انت بعد ما تسال كابتن تسالني، لا كلام يعني، ما انا عايز اسال سؤال، هل يفتى ومالك مهم جدا، مهم جدا، كلام في بعض اللعيبه كانوا بارزين في كاس الرابط، اتفضل، كان ممكن يستعنى بواحد او اثنين منهم ايام مستر موسيماني، هل كان في صعوبه في الوقت دوت؟ اه طبعا في صعوبه، كان في صعوبه، اه صعوبه انك بص هتحط لعيب في وقت صعب انت محتاج فيه المكسب، ودي بتبقى مجازفه منك، محتاجه تبقى عندك ثقه كبيره جدا في اللعيب، بس الفرقه هتشيله، انا ما بتكلمش على 3-4، محتاج انك انت تبقى واحد. مدير فني شفته كويس قوي وحكمت عليه ولعب 3-4-5-6 ماتشات وديه قدامك، وابتديت تديله 10 دقائق في ربع ساعه عشان تبتدي تعتمد عليه، ما عنديش الوقت ده، لان خد، ما هي الظروف كانت صعبه برضو، ما خدوهم انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش. بس يا كابتن اسامه اتفضل يا كابتن شريف، لا انا هقول كلمه بس، اتفضل. في الوقت ده كان في 6-7 لعيبه في المنتخب في بطوله افريقيا، وانت رحت لعبت كاس انديه العالم ببعض الناس منهم على فكره، وحصل تطعيم ليهم وطلعت الثالث في وجودهم. لما بيرجع لك الخمسه سته يا بلال اللي هم العماد الاساسي بتاع الفرقه، علي لطفي اللي لعب يا كابتن شريف، ما انا بقول لك بعد كده بيرجع لك السكواد بتاعك الرئيسي، سليا وفتحي ومحمد عبد المنعم، وبيخش عليك الشكل اللي انت كنت بتنادي بيه انك كنت عايز تلعب بيه بطوله كاس العالم للانديه. بس هو ده اللي بيخلي المدرب محطوط مع نجوم عندك، علاء قال لك نجوم، في نجوم موجوده ايمن، هو صح، في طبعا طبيعي ان الاساسيين هم لعبوا، النجوم هم اللي لعبوا، او بس ولكن احنا بنتكلم في ظروف معينه، نادي الاهلي كان ابتدى اداء لعيبه كتير يقع، وفي لعيبه مع احترام الكامل ليهم من الـ الشكل اللي هو دخل، اللي ما كانوش اساسيين لعبوا، خدوا فرص كتير جدا ما كانوش بيحققوا حاجه. ايوه في الوقت ده انا معاك، وجهه نظري كان في لعيبه كان ممكن جدا يتم الدفع بيها في التوقيت ده، في لا مش دلوقتي، لا في التوقيت، ايوه انا بقول لك في التوقيت ده ساعتها، السؤال انت سالته، ايوه بالظبط، لعلاء وبلال، أيوة. انا مع وجهه النظر دي، في بعض المراكز كان في لعيبه خدت فرص كتير جدا ولم تحقق شيء، كان في وقت ممكن جدا ثلاثه او اثنين او بتاع يتزقوا بشكل كويس، بحيث انه يبقوا في وقت معين خلاص انت مش هتقول عليهم ناشئين، او مش هتقول عليهم ناشئين، يعني هيبقوا خلاص في قوام حصلت مؤخرا في ماتش ولا حاجه مع زياد طارق، لكن من ساعه كاس الرابطه كان في فتره ممكن جدا تدفع ببعض اللاعبين، وخاصه كان بعض اللاعبين القدام في اصابات مجهده، وكان في اصابات، خد بالك كابتن اسامه، لكن مش ادى زياد طارق في بعض الاوقات برضه، بس يعني مش بدري، مش بدري، خدها متاخر يعني، بس انا وجهه نظري انما 10 ممكن يشيلوا واحد، صحيح، 9 ممكن يشيلوا 2، طبعا فاهم، فممكن تدفع بواحد يعني، حتى لو هو مش كويس هيتغير ويخش واحد تاني، انا قصدي ان هو التوقيت كان ممكن طبعا الدفع بلعيب او 2، انا وجهه نظري نفس الشيء، انا ممكن تكون خطا،
لا بس انا عايز تبقى انت واثق في قدرات اللعيب ده قوي وتديله في التايم المظبوط برضو يا كابتن، لان خد بالك انت ممكن يبقى لعيب كويس بس يعني بلغه الكوره توقيت مناسب لازم فعلا انا معاك كابتن علي تخلص عليه تخلص عليه. يعني انا النهارده الفرقه مش فايقه بالنسبه لي، عايز العب واحد انا عايز لعيب اعتمد عليه. ممكن النهارده في ظل عدم فوقان الفرقه تحط لعيب كويس يعني ينزل ما يبقاش كويس في ظل كم الاجهاد اللي انت كنت بتشوفه واللعيبه بتلعب ماتش والتاني فتحط لعيب انت تحطه ليه؟ انت عايز تطلعه ولا عايزه يشيل معاك؟ هي دي بس النقطه يعني. بس لو كويس انت كسبته، ما هو كويس دي تعتمد برضو على هو اللعيب وشخصيته ومدى دخلت في مجازفه. ما هي ما خد بالك ما هي كويس مليار في المئه مجازفه كابتن علي، زي بلال بيقول لو لا قدر الله الغلط هتخسره هو اساسا. طبعا انت كمان كمدير فني لو هو لاعب وحش مش هتقدر تعتمد عليه بعد كده، لا انت هتعتمد عليه ولا انت جماهيريا هتقدر تسيبه. وخد بالك وهتخلي الجمهور يبص له بنظره، ما هو الناس برضه هتشوفه فيما ما شفتوش في التدريبات، فهي بتشوفه للوهله الاولى في الماتش، فلو ظهر وحش مش هتبقى متقبل بالنسبه لك.